مقدمه مع زميلي فادي العتيبي. ليله كبيره جدا، اجواء مثاليه جدا كما يقال، جو كوره اليوم، كل شيء من حولي يشعرني بمشاهده مباراه ممتعه. بقي على الفريقين ان يقدما اداء ممتعا كبيرا مذهلا في هذه الليله وفي هذه الاجواء وفي هذا الحضور الجماهيري وفي هذا الحماس، وبطبيعه الحال كل شيء اصبح جاهزا من اجل مباراه ممتعه ومثيره ومليئه بالدراما الكرويه والشغف. هذه هي متعة كرة القدم، الأجواء المشتعلة في المدرجات، كل شخص يتمنى أن يكون من بين هؤلاء المشجعين، أن يكون جزء من هذا الجنون. أين أنتم؟ لماذا لم تحضروا لتعيشوا هذه الأجواء؟ شيء غير عادي يا جماعة. طبعا يا جماعه احنا النهارده معانا مباراه تونس واستراليا من نهائيات كاس العالم 2022 المقام في قطر. المباراه دي يا جماعه من المجموعه الرابعه، الجوله الثانيه يا جماعه المباراه الاولى. المجموعه دي فيها برضو معاهم فرنسا والدنمارك. النهارده يا جماعه احنا بنلعب في استاد الجنوب، استاد اللي في مدينه الوكره، استاد العظيم اللي بيشيل 20,000 متفرج. المباراه يا جماعه بتوقيت 12 الدور بتوقيت مصر وواحده الدور بتوقيت قطر. تشكيله منتخب التونسي زي ما احنا شايفين 4-1-2-3 تمام يا جماعه. وطبعا المباراه ديت زي ما احنا قلنا معاهم فرقه فرنسا والدنمارك اللي هيلعبوا ان شاء الله. لكن يا جماعه نشوف التشكيله المنتخب الاسترالي 4-2-1-3. طبعا نحيي قطر يا جماعه على التنظيم الرائع والعظيم دوت، الاستاد الرائع استاد الجنوب اللي في مدينه الوكره، جميل جدا. هنشوف يا جماعه المباراه هتبدا على ايه. طبعا يا جماعه اللي احنا بنعمله هو محاكاه لمباريات كاس العالم، ان احنا بنلعب ماتشات كاس العالم بس عن طريق البلاي ستيشن. طبعا يا جماعه عندنا المنتخب الاسترالي هيبقى على ايدينا اليمين بالزي اللي هو التيشيرت الابيض والشورت الاحمر والشراب الابيض، والمنتخب التونسي هيبقى على ايدينا الشمال بالزي الاحمر الكامل، التيشيرت والشراب والشورت الاحمر. طبعا يا جماعه زي ما قلنا اللي احنا بنعمله هو محاكاه لمباريات كاس العالم عن طريق ان احنا بنلعبها بلاي ستيشن سواء 4 او 5 سواء بيس او فيفا. هوبا عجم خطا لاستراليا، لكن الحمد لله المنتخب التونسي قدر ان هو يقطع الكوره ويبدا هجمه تمام، سواء كان تعليق عربي او انجليزي سواء الفيفا او البيس. هوبا هجمه خطره، ولكن الحارس التونسي يتالق ويتعملق ويبدا هجمه للمنتخب التونسي. سواء يا جماعه البيس او الفيفا كانت 20 21 22 23 ايا كان، فاحنا النهارده يا جماعه بنلعب المباراه ببلاي ستيشن 4 سليم بيس 21 عشان نلاقي المنتخب التونسي في البيس مش موجوده في الفيفا، رغم ان انا بحب الفيفا وبميزها وبلعب فيها احسن بكتير. والتعليق عربي زي ما انتم شايفين يا جماعه زميلنا فهد العتيبي. هجمه حلوه للمنتخب التونسي، هيعمل ايه؟ بيجري ووبا عايز ما يفقدش الكوره تمام، بيديها لزميله اللي هيشوط ووبا كده ان يفعلها ويجيب الهدف الاول للمنتخب التونسي، لكن تطلع بره. طبعا يا جماعه المبادئ عندنا او الاسس بتقول ان انا لو في مباراه فيها فريق عربي فانا باخد الفريق العربي زي قدامنا كده دلوقتي، مفيش. لو في فريق افريقي باخده، مفيش. بيبقى في فريق مثلا شرق اوسطي، مفيش. بيبقى يا جماعه طبعا بحسب الاختيار اللي انا شايفه او الاهواء الشخصيه اللي انا شايفه او شايف ان انا ممكن اخد مين. فانا طبعا النهارده طبعا باخد المنتخب العربي التونسي الافريقي الجميل اللي بيشجعني. يعني هو مش منتخب عربي وبس يا جماعه، وبعدين افريقي يعني طبعا لازم نلعب بيه. المنتخب الاسترالي طبعا المباراه الاولانيه للمنتخب التونسي تعادلوا معاهم نقطه، والمباراه الاولانيه للمنتخب الاسترالي خسروا من فرنسا. فطبعا الفريقين محتاجين الماتش ده. اوبا هدف، يا خبر ابيض، المنتخب التونسي بيضيع كوره كبيره جدا. يا سلام، اخذ الكوره ده ثرو لزميله اللي تقدم قوي ولحقها قبل ما تطلع، ويا خبر ابيض المهاجم التونسي بيضيع الكوره بايد بطريقه غريبه في ايد الحارس الاسترالي. بقت كورنر، هيرفع المنتخب التونسي الكورنر، بيحاول ياخدوها باليد لكن بعيده، بيشوط شوطه اي كلام، ويا خبر ابيض. الدقيقه 18 يا جماعه، المباراه تقريبا رايحه وجايه، مفيش فريق افضل من فريق، رغم ان الاستحواذ نسبيا افضل للمنتخب الاسترالي. المنتخب الاسترالي هيبدا الهجمه، فعلا بيلعبوها على الاطراف. تنظيم رائع يا جماعه من دوله قطر، وفنادق جميله جدا واستادات رائعه جدا، وحاجه عظمه بجد تشرف اي منتخب وتشرف اي بلد ومشجع عربي يا جماعه. الكره جميله، ثرو، هيبقى هو اسرع هيرقص عشان يرفع، لكن الدفاع الاسترالي جميل جدا قطعها منه.
يحاول يضغط المنتخب التونسي، يحاول يضغط المنتخب التونسي عشان ياخد الكرة. لسه مع الدفاع الاسترالي اللي بيحاول يطلع بهجمه، لكن لسه في نص ملعبهم، عدوا نص ملعب تونس وبيحاولوا على الاطراف يعملوا هجمه. المنتخب التونسي يا جماعه بيحاول برضو ان هو يفسد الهجمه ويقطع، لكن المنتخب الاسترالي شايفه في الهجمه دي متمسك قوي بالكوره وافضل، لكن قطعها تاني المنتخب التونسي بيلعبها لزميله جميله جدا، عايز يرقص يحاول انه يعدي، طلعت منه للاسف رمي التماس للمنتخب الاسترالي. الدقيقة 29 يا جماعة، المباراة ما فيهاش خطورة قوي لحد دلوقتي الا هجمة المنتخب التونسي وهجمة للمنتخب الاسترالي برضو. المنتخب التونسي قطع وبيديها لزميله، لكن الحكم حسبها فاول على المنتخب التونسي، بقت للمنتخب الاسترالي يا جماعة. فاول للمنتخب الاسترالي، بيلعبوها متسقطه جوه منطقه جزاء المنتخب التونسي، بياخدها استراليا ويشوط شوطه جميله جدا، بيحرز الهدف الاول للمنتخب الاسترالي. الله، شفنا اخر دقيقتين تفوق للمنتخب الاسترالي، توج يا جماعه بهدف في الدقيقه 23، جميله جدا المنتخب الاسترالي قدر انه يحرز هدف رائع 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 وجميل يا جماعه. فاول اتسقط في منطقه الجزاء، استلمها على صدره وفتح زاويه وشاطها، ما يقدرش الحارس التونسي يا جماعه انه يعمل لها حاجه او يجي جنبها. المنتخب التونسي ليه سنتر بيحاولوا يبداوا هجمه ناحيه الاطراف، بيجري فعلا، بيجري بيجري، هل هيرفع ولا هيعمل ايه؟ عدى جميله وبيرفع وتاني، اوبا يا خبر ابيض، زميله الكره بتخبط فيه كانه اتفاجئ، وتفاجئ انه مهاجم، وتفاجئ ان في كره جايه له وبتخبط فيه وترد الحارس المرمى. الدفاع التونسي بيلحق نفسه قبل ما يخش في هدف تاني، وبيدوا الكره لبعض 1-2، لكن اتقطعت من المنتخب الاسترالي اللي عامل لحد دلوقتي بتاع 5 دقائق روعه، وقدر انه يسجل هدف، وبيحاولوا اهو يرفعوا الهجمه، لكن بتخبط في الدفاع التونسي وتطلع بره عشان تبقى رمي التماس للمنتخب الاسترالي. الدقيقه 37، رمي التماس للمنتخب الاسترالي، بيحاولوا قطع المنتخب التونسي الكره وبيحاولوا يطلعوا بهجمه، هجمه مرتده جميله جدا، ها هتديها لمين؟ اداها لزميله، لكن خبطت في الدفاع الاسترالي، تبدا استراليا انها تعمل هجمه، قطعوا تاني المنتخب التونسي وعايزين يبداوا هجمه على الاطراف، لعبها ثرو لزميله اللي بيلعبها لزميله الثاني اللي هوبا بيشوط، يا خبر ابيض على القائم، بيمنع هدف اول اكيد للمنتخب التونسي، ولسه الكوره بيحاولوا، يا خبر ابيض، وهيشوط هوبا ويصدها حارس المرمى كابتن الفريق بيصدها، لكن المنتخب الاسترالي تالق، والمنتخب التونسي سوء حظه وعناد كبير جدا من كرة القدم يا جماعة. احنا كنت بقول يا جماعة هدف اول، رمي ضربة ركنية ونشوف هترسي على ايه، هل هوبا الحارس بيشيلها وبيرفعه تاني، هوبا عايز تلمها ما قدرش من قوة الدفاع الاسترالي، منتخب التونسي كورة في القائم وكورة تانية يا جماعة يصدها حارس المرمى، روعة روعة روعة، ممكن يحصل ايه في الشوط الثاني؟ ده اللي هنعرفه، لان احنا في الدقيقة 46 بعد ما حسب الحكم دقيقة وقت بدل ضايع، هنقدر نشوف الشوط الثاني المنتخب التونسي يلم نفسه ويتعادل، ولا المنتخب الاسترالي يعزز الفوز، ده اللي هنعرفه يا جماعة ان شاء الله في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الاولاني. وتقدم المنتخب الاسترالي في الدقيقة 30 بهدف رائع وجميل يا جماعة، نشوف الشوط الثاني هيذكر عن ايه، وكلنا طبعا ورا المنتخب التونسي وبنشجعه، المنتخب العربي الشقيق، وحتى بنلعب بيه اهو يا جماعه، الاستحواذ قريب جدا 49% استراليا 51 تونس، يعني الاستحواذ واحد تقريبا، مفيش اي فرق. هيبدا المنتخب التونسي هو اللي على ايدينا اليمين والاسترالي على ايدينا الشمال، والشوط الثاني بدا يا جماعه بالفعل، منتخب الاسترالي هو اللي سنتر ومعاه الكوره، رجعوها ورا لصالحهم وبيحاولوا ينقلوا الكوره واحد واثنين علشان خاطر يبداوا هجمه من تحت الكوره. الدفاع التونسي في اول كوره عليه قدر ان هو يستخلص الكره، لكن استراليا تقطعها تاني، تحاول تعمل هجمه على الاطراف، قطعها تاني المنتخب التونسي وبيلعبها لزميله جميله جدا، وبيديها له ثرو حلوه قوي، واداها لزميله الثاني اللي كان في مسار التسلل، فعلا يا جماعه اوفسايد اوفسايد، قرار الحكم رائع وسليم لاوفسايد على المنتخب التونسي. هيلعبوا حارس المرمى الاسترالي، الاستحواذ دلوقتي بقى حاليا بقى 50-50، مفيش فريق افضل من فريق، لكن الاهداف خلت المنتخب الاسترالي يتفوق. المنتخب التونسي ان شاء الله يتعادل ويفوز باذن الله، لانه محتاج الفوز. قطع حق المنتخب التونسي وبيلعبوا ثرو جميل جدا، الله على الترقيصه،
ولعبها لزميله تاني، لكن ردت وردت لزميله تاني خالص. يبعدونها والكرة يا جماعة دلوقتي مع المنتخب الأسترالي، لكن خبطت إلى في خارج اللعيبة الثمانية، فبلها وطلعت تحولت إلى رمية رمية تماس حماس. للمنتخب التونسي. لعبوها بسرعة، اداها يحاول أن لزميله يلعب اللي الكرة هيحاول يرفع بينية، كرة جميلة. رفع يلعب الكرة الكرة داخل اشوف هيد، الصندوق. طيب الكرة مرفوعة بطريقة غريبة جدا يا جماعة خارج الملعب خالص، وبقت رمية مرمى للمنتخب الاسترالي اللي اتفضل انه يلعبها قصيرة للدفاع ولزميله، ومرضيش انه يلعبها جوه لان الكرة العالية في الدفاع التونسي كلها من نصيب تونس. قطعها المنتخب التونسي يمر إلى بيلعبها كرة لزميله بينية، وملحقهاش. يا جماعة يا جماعة بشوف حاجات غريبة جدا، المنتخب التونسي كبير واكبر من كده بكتير على اداء دوت، احنا خايفين من ايه يا جماعة؟ احنا خايفين من ايه؟ شفنا قطر خرجت من البطولة رسميا، مش عايزين تاني منتخب عربي يحصل فيه كده. السعودية شرفتنا وغلبت الارجنتين، عايزين ضغط كل قوي الفرق ويتم العربية السعودية مع استعادتها. الارجنتين يا جماعة. هل الدفاع تغيير اتجاه الاسترالي اللعب على اليمين، بيحاول انه يبدأ هجمة على انطلاقة الاطراف؟ خطيرة، الدفاع يستمر في التونسي بيحاول المحاولة انه في يقطع الرد الكرة، بالكرة، كرة عالية يرفع وجميلة الكرة، جدا من الدفاع التونسي هجمة وصلت ممتدة للمهاجم، الآن. بيحاول ان هو يديها لزميله، اداها لزميله جميلة. هيبدأوا هجمة على الأطراف ولا يلعبها له ثرو؟ ده اللي هنشوفه، أنا شايفه داخل يحاول لعبها له ثرو تمريرها جميل من بين جدا، لكن المدافعين. استلام غريب جدا بيخلي الدفاع الاستوري، لكن قطعها قطعها وبالتالي بيحاول ويشوط الكرة والتسديد وهدف أول. جاء الله، تسجيل. المنتخب التونسي يتعادل في الدقيقة 65. الله، المنتخب التونسي الأحمر الجميل. كرة الله تضافية الله الله عملاقة الله، هو ده الكلام، هو اللي قطع تسريعة الكرة بنفسه، يرسم ما الأمام. استناش أي حد من هذه زمايله طيبة إن هو من المرمى يساعده. مفتوح. جميلة جدا يا جماعة، قطع بنفسه وشاط بنفسه وأحرز هدف أول ويعتبر هدف التعادل للمنتخب التونسي. نشوف يا جماعة، الكرة اتقطعت منه بشكل غريب جدا، قطعها تاني وحاول لكن الاستراليين قطعوها، جات لزميله اللي قطعها وشاط، ما استناش بقى ما استناش بقى زي كل مرة. الله، مباراة جميلة، مباراة يواصلون جميلة المباراة بعد أن والله، تعادل متوازنة الفريق ومتعادلة، الأحمر. ويمكن تونس أفضل يا جماعة، لكن النتيجة تعادل، النتيجة بالأهداف وليس بالأداء الجميل الممتع اللي احنا شايفينه من المنتخب التونسي. المنتخب الأسترالي بيحاول يا جماعة إنه يبدأ هجمة، موي المنتخب التونسي يلعب كرة بينية، بيحاول الدفاع. الدقيقة 68، يا المباراة على وشك الانتهاء، سلام، عايزين جون مجهود تاني رائع يتوانسى من بإذن الله لهم، التحكم عشان ناخد جميل الثلاث نقط ونرفع بنقطة رأس العرب في ويتمكن من البطولة احتكاك الجميلة الكرة. دي، لكن الدفاع الاسترالي بالمرصاد ويبداوا يعملوا هجمه. قطعها المنتخب التونسي جميله جدا، الله، ما هيلعبها أجمل لزميله. هذه الكرة، الله، مرمى إلى لكن الأمام. الدفاع الاسترالي اراه، الدفاع الاسترالي صاحي وراه، بيحاول المنتخب التونسي يعمل ضغط على اللعيبه الاستراليين في نص الملعب، كرة لكن باتجاه قدروا يطلعوا اليمين، بيها بهجمه، لكن الدفاع التونسي ليه راي اخر، هيلعب يحاول الكوره فك لزميله. شفرة دفاع جميله، فريق النصر. الله، قطع قطع قطعها، جميل جميل جميل. يا اديها لزميلك، شوت الجول هذه الثاني. يا التسديدة خبر كرة خطيرة، ابيض، بتعمل ايه يا راجل؟ كان بتعمل بإمكانه ايه يا أن راجل؟ حرام عليك، يسجل ده قلب لكنه في العرب الأخير كلهم فشل دلوقتي في ذلك. وقع. يا مرتدة كانت غير كرة عادية في جميلة الدقيقة جدا، العاشر اداها ثواني. لزميله اللي هو يلا يا الجون، واقف فين؟ متمركز فين انت؟ فين الزاوية اللي انت بتلعبها؟ يا خبر ابيض، معلش، ان شاء الله الجون الثاني جاي. استحواذ ب 54 استرالي 46 لتونس، ان شاء الله الجول التاني جاي والثلاث نقط معانا يا رجاله باذن الله. لسه الكوره مع المنتخب الاسترالي، قطعوها التوانسه، جميله، ابدا هجمه ابدا هجمه، ما تخافش ما لمسة تخافش، بينية، انتوا افضل انتوا احسن، اجري يا. والحارس حاول انه يطلع لكن موي الدفاع قدر انه موي، يخلصها اصلا لمسة قبل ما على الحارس اليسار، الاسترالي يطلع، لكن لسه تونس قطعت الكره تاني وبتحاول. يحاول أن مباراه يلعب جميله جدا كرة للمنتخب بينية، التونسي، مباراة يمر سريعة يلعب كرة وفيها هجمات بينية، كتير. اقطع انت، خش انت، زميلك بطيء مش قادر يجيبها، خش انت، وصلت كلنا إليه، واحد. تسلل تسلل يا لعب في جماعة، الأمام في تسلل ليه؟ ليه يا مكانة جماعة؟ احنا السدود. مش فريق ضعيف او فريق لسه بادئ كورة يا جماعة، احنا فريق كبير جدا، فريق كبير جدا. الدقيقة 81، حرام ناخد نقطة تانية يبقى والحارس تعادلين يلعبها بنقطتين، بعيدا عن احنا كده مرماه، ممكن ما نصعدش يا ضغط جماعة، قوي ويمكن احنا في عايزين العرب كلهم استعادتها. يساعدوا. ها، يحاول ان شاء الله فك هنجيب شفرة جول، دفاع هنجيب فريق جول. لا، النصر. يا انفراد، شبه انفراد، ولكن الدفاع الاسترالي يتدخل وينهي الهجمه، هجمه الاستراليا، ما يبقاش كل ده يا جماعه واستراليا تعمل هجمه فينا يلعب تجيب كرة جول. على اليسار، ناخد بالنا، كره على الاطراف، يلا يا كرة توانسه عرضية، المنتخب التونسي. يا كرة خبر طويلة جدا، ابيض، والله الراجل ده لو كان الكرة ملعوبة لمسها إلى كانت جت الأمام. جول. الحمد لله، آرون المنتخب موي التونسي بيحاول، قطع الكره لكن تعود استراليا الكرة خدتها مره إليه تانيه. مرة أخرى، يا تغيير جماعه، اتجاه اللعب على عايزين دفاع اليمين، اقوى من كده، عايزين تركيز وعايزين بكل هدف قوة تاني، بكل عايزين هدف إصرار تاني. يواصل هوبا، كرة المشوار، عالية في منطقة الجزاء التونسي، تسديدة في لكن اتجاه الله على المرمى. الدفاع وبيطلعوها تاني. ابدأ هجمة ابدأ هجمة، ما تخافش،
ابدا هجمه ما تخافش، جميله جدا. الله بيحاول انه يعدي نص الملعب ويديها لزميله، اخر قوي في الباص اتقطعت منه، لكن بيحاول المنتخب التونسي تاني ان هو ياخد الكوره. ايه الدقيقه يا جماعه؟ 91، دقيقتين وقت بدل ضايع. يعني يا نعمل هجمه يا ما نعملهاش، يعني يا نكسب يا نتعادل. ان شاء الله نكسب باذن الله في الدقيقه الاخيره دي، نجيب جول يا جماعه باذن الله. نحاول، منتخب التونسي عمل فاول الدقيقه 92، متهيألي الحكم هيتلعب الفاول ده وهيصفر بانتهاء المباراه بالتعادل غالبا، لان خلاص مفيش وقت الا لو الكره ارتدت والحكم. طبعا استراليا فرحانه بالتعادل وعملوا تغيير عشان يضيعوا وقت، الا لو الحكم بقى سابنا. اوه، هدف قاتل للمنتخب الاسترالي يا جماعه، يا خبر ابيض. بقول الدقيقه الاخيره دي نجيب فيها جون كتوانسه ونفوز بالمباراه. يا المنتخب الاسترالي عمل عكس التوقعات وهو اللي احرز الهدف في الدقيقه 93، 2-1 لاستراليا، نتيجه قاسيه على المنتخب التونسي. كرة رهيبة، كرة غدارة يا جماعة، كرة غدارة وملهاش أمان. كنا بنقول المنتخب التونسي أفضل وأحسن، لكن فاول، والجون الأولاني جه من فاول برضه اترفعت، بيحصل لخبطة من فاولات وشاط في نفس الزاوية جاب الجون التاني. يا سلام، فادي العتيبي يا جماعة قال أشعار على المنتخب الأسترالي. طبعا يا جماعة هنصفر والحكم هيصفر، أكيد هنصفر والحكم هيصفر يا جماعة. انتهى المباراة بفوز المنتخب الأسترالي 2-1 على المنتخب التونسي، مباراة أحزنتنا كعرب برغم تفوق وتألق المنتخب التونسي. إن شاء الله المباراة الحقيقية اللي هنشوفها بإذن الله يا جماعة المنتخب التونسي هو اللي يفوز. وسيبكو فهد العتيبي يقفل معاكم المباراة الجميلة دي، وإلى اللقاء في مباريات قادمة. مثل هذه الليالي لا تفوت في عالم كرة القدم. تلك هي نهاية البث اليوم، كان بصحبتكم فادي العتيبي، وإلى اللقاء.